اليوم الأخير لانتهاء المدة القانونية المحددة للترشح للانتخابات، وما زال الجزائريون في حالة استنفار وترقب شديدين لمعرفة الصورة النهائية للمشهد الانتخابي. ينتظرون رد المعسكر الرئاسي على الدعوات إلى تراجع الرئيس بوتفليقة عن الترشح. وبينما يحبس كثيرون أنفاسهم في انتظار أن تنجلي الصورة بعد منتصف الليل موعد إغلاق باب الترشح، عمت مظاهرات احتجاجية الجامعات الجزائرية في عدة محافظات من بينها الجزائر العاصمة ضد ترشح بوتفليقة. ووسط الاحتجاجات الواسعة التي شارك فيها مئات الآلاف، بدأ بوتفليقة الإجراءات الممهدة لإيداع ملفه، وكان أولها تقديم تصريح بممتلكاته، وهي من أهم الخطوات اللازمة للمشاركة في السباق الرئاسي، لينضم إليه 4 مرشحين قدموا ملفاتهم إلى المجلس الدستوري. ورغم الحالة الضبابية التي تخيم على المشهد السياسي، جاء تعيين الرئيس الجزائري لوزير النقل عبد الغني زعلان مديرا لحملته الانتخابية خلفا لعبد الملك سلال بدون توضيح الأسباب. المعارضة الجزائرية من جانبها أكدت على ضرورة حماية رغبات الشعب وعدم الالتفاف عليها ومواصلة الحراك الشعبي حتى الاستجابة لجميع المطالب. أما على الصعيد الحزبي، فقد أعلن حزب حركة مجتمع السلم الانسحاب من السباق الرئاسي وعدم المشاركة فيه. وبينما تصل ملفات المترشحين إلى المجلس الدستوري، طوقت قوات الأمن مبنى المجلس وأغلقت المنافذ المؤدية إليه، وشددت الإجراءات الأمنية في الشوارع المحيطة به لمنع مظاهرة حاشدة يقودها الطلبة من الوصول إلى المبنى.